السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة هنكمل مع بعض شرح منهج الـ ICT او الـ Information and Communication Technology للصف الرابع الابتدائي الترم الاولاني، والنهاردة هنكمل شرح الدروس الدرس الثاني والدرس الثالث كمان، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا متعودين بنحل أسئلة في آخر كل درس أو في آخر كل مجموعة من الدروس، فمش عايزين نقلق خالص. المهم ان احنا نركز على المعلومات اللي احنا هنقولها واحنا بنشرح الدرس بتاعنا، علشان في معلومات بتبقى مهمة هي اللي بيجي فيها الاسئلة، وبحيث ان احنا نبقى عارفين ايه المهم وايه اللي مش مهم. فلازم نركز مع بعض على الحاجات اللي احنا بنكررها، لان هيجي فيها الاسئلة في الاخر ان شاء الله. Listen to technology and its historical development. التكنولوجيا and its historical development، والتطور التاريخي بتاعها. طبعا لما بيجي يقول لنا what are the stages of technology development over time، ايه هي مراحل تطور التكنولوجيا عبر الزمن؟ وده سؤال عام مش هيجي لنا في الامتحان طبعا، لان الاجابة بتاعته كبيرة. هو هيجي لنا اسئلة تانية بتبقى ابسط شوية خاصة بكل عصر من العصور دي، فاحنا بس بنسأل السؤال ده علشان نبتدي نشرح الجزئية دي بشكل مفصل. What are the stages of technology development over time؟ ايه مراحل تطور التكنولوجيا عبر الزمن؟ طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا اربع عصور لتطور التكنولوجيا عبر الزمن، هنقولهم مرة تانية بشكل مفصل. الاهم اهم حاجة ان انت تركز على اسم العصر، اسمه ايه، والتواريخ بتاعته، التاريخ بتاعه من سنة كام لسنة كام. وانا هقول لك ملامح كل عصر فيهم. طبعا الملامح بتاعت كل عصر فيهم بتختلف عن العصر التاني، وهي الموضوع سهل جدا. اول حاجة العصر بتاع ما قبل الثورة الميكانيكية او البري ميكانيكال ريفولوشن او ما قبل الثورة الميكانيكية. يعني ايه ثورة ميكانيكية اصلا يا مستر؟ الثورة الميكانيكية اللي هو قبل ما الانسان يخترع اي ماكينة، اي آلة بتتحرك لوحدها، بتتحرك بموتور، بتتحرك بكهرباء، بتتحرك باي حاجة، بتتحرك ببنزين او بوقود. اي آلة من الآلات دي اسمها الميكانيكال ريفولوشن او الثورة الميكانيكية. دي حاجة بعد كده هتحصل، لكن قبل الثورة الميكانيكية، قبل الانسان يعمل الماكينات اللي ممكن تساعده في حياته، ده اسمه بري ميكانيكال ريفولوشن او ما قبل الثورة الميكانيكية. كان الانسان في الوقت ده بيستخدم ايديه وجسمه ورجليه بس عشان ينتج الحاجات اللي ممكن يستهلكها، يعمل الحاجات اللي بتساعده. فكان الاعتماد الكلي على الانسان او العنصر البشري بس، لان ما كانش فيه ماكينات او الات. طيب العصر ده بيبدأ من سنة 3000 بي سي او 3000 قبل الميلاد to 1450 AD او لحد 1450 ميلادية. يبقى العصر ده بيبدأ من 3000 قبل الميلاد 3000 بي سي او 3000 قبل الميلاد to 1450 AD او لحد 1450 ميلادية. طيب الملامح بقى بتاعت العصر ده والجزئية دي مهمة جدا. كل عصر ليه ملامحه واحنا هنعرفهم وهنلاقينا حفظناهم لوحدينا كده مع بعض. اول حاجة العصر ده الملامح بتاعته ان ال people او الناس began بدأوا communicating with each other through pictures and drawings. الانسان في الوقت ده بدأ بقى يتواصل مع الناس اللي حواليه عن طريق pictures والdrawings، الصور والرسوم، زي في العصر بتاع الحضارة الفرعونية القديمة، الحضارة العظيمة بتاعتنا. الانسان بدأ بقى يبتكر اللغات المكتوبة في شكل صور او في شكل رسوم علشان يتواصل بيها مع الشعوب اللي حواليه. يبقى اول حاجة people begin communicating with each other through pictures and drawings. بعد كده الانسان ابتكر letters والnumbers. الانسان في الوقت ده بعد كده بمرور الوقت ابتكر الحروف والارقام، بدأ يعمل communication using letters and numbers. والناس بدأت في الوقت ده تعمل recording او تسجل a lot of information او الكثير من المعلومات
زي مثلا في الحضارة الفرعونية القديمة بتاعتنا، زي مثلا اللغة الهيروغليفية او هيروغليفس. هيروغليفس يعني اللغة الهيروغليفية، وده طبعا كنا بتكتبه على البيبايروس، البيبايروس او ورق البردي، البيبايروس او الورق بتاع البردي. طبعا كنا بنكتب الاجريمنتس او الاتفاقيات زي الاتفاقات التجارية والحاجات التجارية اللي بين الشعوب وبعضها، كان بيعتبر documents، documents او وثائق بتوثق الهيستوري او التاريخ، وده نفعنا بعد كده. ولازم نبقى عارفين ان المعلومات دي ممكن تلاقيها على الانترنت، وممكن تلاقيها على بنك المعرفة كمان او Egyptian Knowledge Bank كمان، الويب سايت بتاعه ممكن تلاقيه موجود على الانترنت بمنتهى السهولة. واخر حاجة، اخر حاجة خاصة بالعصر ده، في الاخر خالص الانسان بدأ يعمل البنسلز او اقلام الرصاص والبيبرز والاوراق والديجيتال كاونتر او العداد الرقمي اللي ممكن الانسان يعد عليه بعض الحاجات ويحل بيه بعض المسائل البسيطة. يبقى العصر ده البري ميكانيكال ريفولوشن او ما قبل الثورة الميكانيكية، من 3000 قبل الميلاد او 3000 بي سي ل 1450 ميلادية او 1450 AD. الملامح بتاعته people communicating with each others through pictures and drawings. الناس بدأت تتواصل مع بعضها عن طريق الصور والرسوم، زي مثلا في الهيروغليفس او في اللغة الهيروغليفية. وبعدين الناس بدأت تعمل invent وتبتكر الليترز والنمبرز او الحروف والارقام، وبعدين بدأت تتواصل مع بعضها وبدأوا يعملوا recording lots of information او الكثير من المعلومات، زي مثلا على البيبايروس، البيبايروس او ورق البردي، وكانوا بيكتبوا الاجريمنتس او الاتفاقيات اللي بتحصل بينهم على حاجات زي كده. وفي الاخر خالص لازم نكون عارفين ان اخر حاجة خاصة بالعصر ده ان الانسان بدأ يعمل البنسلز او الاقلام الرصاص والبنس، اقلام الجاف، والديجيتال كاونتر والعداد الرقمي البسيط اللي ممكن يعد عليه بعض الارقام ويحل بيه بعض المشكلات الرياضية والمسائل الرياضية. المعلومات دي ممكن تلاقيها على الـ Egyptian Knowledge Bank website او موقع البنك المعرفة المصري، وممكن تلاقيها على الانترنت كمان. ده اول عصر لازم نكون عارفينه كويس قوي. تاني حاجة عندنا The Era of the Mechanical Revolution. Era يعني عصر برضو. The era of the mechanical revolution او عصر الثورة الميكانيكية اللي احنا قلنا عليها من شوية، الانسان بدأ بقى يعمل الماكينات والالات، بس كانت بسيطة شوية. كان في منها اللي بيشتغل بالوقود، كان في منها اللي بيشتغل بتروس، المهم ان هي كان في ماكينات بدأ الانسان يبتكرها ويخترعها حواليه علشان تخدمه في حياته. ده اسمه the era of mechanical revolution او عصر الثورة الميكانيكية، from 1450 AD، من 1450 ميلادية to 1840 AD، لحد سنة 1840 ميلادية. مهم قوي ان احنا نفتكر العصور دي بتواريخها. يبقى the era of the mechanical revolution او عصر الثورة الميكانيكية ده تاني عصر بدأنا بقى نعمل آلات بسيطة حوالينا تشتغل علشان تخدمنا في حياتنا، ده من 1450 ميلادية ل 1840 ميلادية. الانسان كان محتاج ان هو يسجل معلومات اكتر، لان هو بدأ بقى يعرف الطبيعة والكون حواليه وكوكب الارض حواليه بشكل اكبر، بدأ يعمل اتفاقيات تجارية بشكل اكبر، بدأ ينتج حاجات بشكل اكبر، بدأ يحتاج لحاجات بشكل اكبر. كل ده كان عايز يسجل المعلومات دي بشكل اكبر، فبالتالي احتاج ان هو يعمل الات تسهل عليه عملية الكتابة دي وعملية الطباعة، لان هو كمان كان عايز يطبع كتب يسجل فيها الحاجات اللي هو اتعلمها واكتشفها. فالكتب دي عايزة تطبع، تطبع ازاي؟ لازم يبقى فيه الة تطبع له الكتب دي. علشان كده بدأ يفكر ويبتكر الالات، حتى ولو كانت بسيطة في الأول، تساعده في أداء الحاجات دي. فطبعا أول حاجة في خلال due the need to record and share more information، في خلال إن هو محتاج إن هو يسجل ويشارك معلومات أكتر، يسجل ويشارك معلومات أكتر، the emergence of printing، emergence of printing، ظهور الطباعة، ظهور عملية الطباعة، which contributed التي ساهمت to facilitating
the printing of books، تسهيل عملية طباعة الكتب. يبقى حصل emergence أو ظهور للprinting أو لعملية الطباعة، وده عمل contribute، عمل مساهمة to facilitating the printing of books، تسهيل عملية طباعة الكتب. يبقى احنا زي ما قلنا هو كان عايز يطبع كتب اكتر، فبالتالي قدر يبتكر آلات تساعده في عملية الطباعة. وطبعا بيقول لنا هنا in this era، في العصر ده، the typewriter، آلة الكتابة، appeared، آلة الكتابة اللي احنا عارفينها ظهرت، appeared يعني ظهرت. used the first version of calculator، استخدموا اول صورة من صور الآلات الحاسبة اللي هي الكالكوليترز، الآلات الحاسبة، which is the Pascal machine. Pascal machine دي آلة حاسبة قديمة وبدائية جدا، كان الإنسان يقعد يلف فيها تروس من الجناب كده علشان يقدر يحسب عملية حسابية بسيطة، بس دي كانت تعتبر ثورة لأنها ماكينة أو آلة بتساعده إن هو يحل مسائل رياضية، بدل ما يقعد يحلها ويحسبها في عقله وعلى صوابع ايديه وعلى صوابع رجليه، لا بقى في ماكينة، في ماشين تساعده فان هو يعمل حاجة زي كده. فده العصر بتاع الميكانيكال ريفولوشن او عصر الثورة الميكانيكية. يبقى مرة تانية، العصر ده the era of the mechanical revolution from 1450 AD، من 1450 ميلادية، to 1840 AD، لحد 1840 ميلادية. العصر ده بيتميز بايه او الخصائص بتاعته ايه؟ ظهرت الماكينة او ظهرت الآلة اللي بتساعد الانسان في الطباعة، وبدأ يحصل عملية طباعة بشكل ابسط. فالعصر ده this period witnessed يعني شاهدت the emergence of printing، the emergence of printing، ظهور عملية الطباعة اللي عملت facilitating او سهلت the printing of books، عملية طباعة الكتب، سهلت عملية طباعة الكتب. وكمان in this era، في العصر ده، typewriter، آلة الكتابة، appeared، ظهرت. وكمان ظهرت the first version of the calculator، أو أول إصدار من الآلات الحاسبة، which is the Pascal machine، اللي هي كان اسمها Pascal machine أو الآلة الحاسبة بتاعة باسكال. ده العصر الثاني. بعد كده الإنسان اكتشف الإلكتريسيتي أو الكهرباء. الإلكتريسيتي أو الكهرباء دي قدر هو يفكر إزاي ممكن يستخدمها وتسهل حياته، فبدأ يعمل آلات بتتوصل بالإلكتريسيتي أو الكهرباء دي علشان تشتغل من غير ما هو يدور تروس ويحرك حاجات بنفسه، والآلات دي تخدمه في حياته. فده كان اسمه الإلكتريكال ميكانيكال ريفولوشن، أو عصر الثورة الكهربائية الميكانيكية. يبقى هنا ظهر كهرباء والإنسان عمل آلات يوصلها بالكهرباء دي تساعده في حياته. طبعا في العصر ده الآلات كانت بدائية، ما كانتش متطورة زي دلوقتي، بس فكرة ان انت توصل الآلة بالكهرباء علشان تخدمك وتعملك الحاجة اللي انت عايزها من غير ما تفضل قاعد بتشغلها طول الوقت، دي كانت حاجة كبيرة جدا. فطبعا العصر ده زي ما قلنا اسمه The Era of Electrical Mechanical Revolution، أو عصر الثورة الكهربائية الميكانيكية. The era of electrical mechanical revolution، أو عصر الثورة الكهربائية الميكانيكية، from من 1840 AD، أو من 1840 ميلادية، to 1940 AD، ل 1940 ميلادية. هو كان كله على بعضه 100 سنة، من 1840 ميلادية ل 1940 ميلادية. طيب العصر ده حصل في إيه؟ بدأنا بقى في العصر ده نعمل عملية الاتصالات، نبتدي نتواصل مع بعض بشكل أسهل شوية. الأول كنا زي ما عرفنا في المرة اللي فاتت، كنا بنبعت رسائل عن طريق الحمام الزاجل، ونتواصل مع بعض عن طريق الحمام ينقل الرسائل زي ما عرفنا في الدرس المرة اللي فاتت. دلوقتي لأ، دلوقتي الإنسان بدأ يعمل الآلات اللي تساعده في إن هو يتصل بالعالم حواليه بشكل أحسن. فقدرنا نعمل التليفون، اللي هو التليفون اللي هو بسلك، الهاتف. كان طبعا ده اختراع رهيب. وقدرنا كمان نسجل الحاجات اللي احنا عايزين نسجلها بصوتنا، قدرنا نعمل جهاز التسجيل، وقدرنا نعمل اول كمبيوتر رقمي، كمبيوتر عملاق. الكمبيوتر اللي عندك في البيت او اللابتوب، شوف هو صغير ازاي وعلى الترابيزة صغير ازاي. كمبيوتر اقل من اللي عندك في البيت ده بامكانيات ضعيفة جدا، كان حجمه ضخم وعملاق، كان يعتبر مثلا زي اوضة ضخمة مليانة الات ومعدات انت بتخش جواها، ده كان كمبيوتر.
وكان إمكانياته أبسط وأقل بكتير من الكمبيوتر اللي موجود عندك دلوقتي في البيت أو في المدرسة. فهنا العصر ده الإنسان قدر يعمل فيه التليفون وجهاز التسجيل وأول كمبيوتر رقمي عرفه الإنسان في التاريخ. العصر ده زي ما قلنا اسمه Era of Electrical Mechanical Revolution، من 1840 ميلادية ل 1940 ميلادية حصل لانشنج أو إطلاق of the communication phase، مرحلة الاتصالات. phase يعني مرحلة، which we know today، اللي احنا عارفينها النهاردة. كان بدأ بقى يظهر ملامح الاتصالات اللي احنا عارفينها النهاردة، اللي هو التليفون الأرضي و the use of electricity، وبدأ الإنسان يستخدم الإلكتريسيتي أو الكهرباء، which result اللي ترتب عليها the emergence of new inventions، ظهور inventions جديدة أو اختراعات وابتكارات جديدة، such as مثل the telephone التليفون، the recording device جهاز التسجيل، and the first digital computer، and the first digital computer وأول جهاز كمبيوتر. طبعا هو قايل لنا في الكتاب ان ال first digital computer ده كان device ضخم أو جهاز ضخم، طوله مثلا 8 feet 8 أقدام، وعرضه 50 feet 50 قدم. 50 قدم دي يعني مثلا العربية مثلا ممكن يكون طولها مثلا 3 قدم أو 4 قدم، ده قد العربية مثلا اللي احنا بنركبها وبنمشي بيها في الشارع 10 مرات أو 20 مرة. فهو شوف هو ضخم قد ايه. المهم ان العصر ده زي ما قلنا The Era of Electrical Mechanical Revolution، أو عصر الثورة الكهربائية الميكانيكية، وده تالت عصر عندنا. وزي ما قلنا الملامح بتاعته، أول حاجة launching of the communication phase أو إطلاق مرحلة الاتصالات، which we know today اللي احنا عارفينها النهاردة، the use of electricity استخدام الكهرباء، which result اللي ترتب عليها the emergence of new inventions ظهور اختراعات جديدة، such as مثل the telephone التليفون، the recording device جهاز التسجيل، and the first digital computer and the first digital computer أو أول جهاز كمبيوتر رقمي. وده العصر الثالث. آخر عصر عندنا العصر اللي احنا موجودين فيه دلوقتي اللي هو في الوقت الحاضر ده، طبعا electronic revolution أو عصر الثورة الإلكترونية. electronic revolution أو عصر الثورة الإلكترونية أو عصر الثورة المعلوماتية، الإنسان في العصر ده اخترع الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة اللي هي اللابتوب، واخترع كمان اختراعات تانية كتيرة زي مثلا الأقمار الصناعية اللي بتحدد المواقع، ونظام تحديد المواقع، والخرائط عبر الانترنت، واستخدم البرامج المختلفة في التواصل مع أشخاص آخرين زي البريد الإلكتروني ورسائل النصية، واستخدم برامج بتسهل عليه عملية الكتابة زي البرامج بتاعة الكتابة اللي على الكمبيوتر. يبقى مرة تانية العصر ده اسمه The Era of Electronic Revolution أو عصر الثورة الإلكترونية، من 1940 ميلادية لحد الوقت الحاضر أو To the Present، طبعا known as The Era of Information Revolution، معروف العصر ده كمان باسم عصر الثورة المعلوماتية The Information Revolution. طبعا حصل فيه invention أو اختراع of computer and laptops، اخترعنا الكمبيوترز واللابتوبس، ونيو انفنشنز واختراعات تانية جديدة have appeared ظهرت that help اللي ساعدت على locating objects such as locating يعني تحديد مكان objects أشياء such as مثل satellite الأقمار الصناعية GPS نظام تحديد المواقع العالمي online maps خرائط الانترنت. طبعا في كمان ساعدت كمان في ايه in communicating with other people ان احنا نتواصل مع الاشخاص التانيين الناس التانيين such as using email زي استخدام الايميل and text messages والرسائل النصية اللي احنا بنبعتها عن طريق الموبايل. وكمان اخر حاجة using software استخدام البرامج such as مثل word processing program او برامج معالجة الكلمات اللي احنا بنكتب بيها على الكمبيوتر for writing on the computer for writing on the computer للكتابة على الكمبيوتر. آخر حاجة عندنا في الجزء ده الكتاب اتكلم فيها بشكل كبير شوية، فاحنا عايزين نشرحها بس بشكل مختصر. الكتاب كاتب فيها تفاصيل كتير جدا، احنا هنختصرها في مجموعة من المعلومات مع بعض. طبعا زي ما قلنا المرة اللي فاتت الكمبيوتر بيتكون من جزئين، جزء اسمه الهاردوير. هاردوير يعني الأجزاء اللي احنا بنلمسها بأيدينا، هاردوير
أجزاء ملموسة بإيدينا زي مكونات الكمبيوتر اللي احنا عارفينها كلنا، اللي هي الشاشة والكيسة والكيبورد والماوس، الحاجات اللي احنا نقدر نمسكها بإيدينا. الجزء التاني هو السوفت وير أو البرامج اللي المفروض موجودة على الكمبيوتر وبتشغله لنا، ودي حاجة احنا ما نقدرش نلمسها بإيدينا، علشان كده اسمها سوفت وير. طبعا الجزئية دي زي ما قلنا مشروحة في الكتاب بشكل ممكن يلخبط الطالب شوية، احنا هنبسطها في الشكل اللي احنا بنقوله ده. الهاردوير او الاجزاء الملموسة اللي احنا نقدر نلمسها ونستخدمها بايدينا متكونة من 5 حاجات. اول حاجة الانبوت يونتس او وحدات الادخال، وطبعا الانبوت يونتس او وحدات الادخال زي اي حاجة بستخدمها ادخل بيها المعلومات للكمبيوتر اللي قدامي. يعني ايه يا مستر؟ يعني مثلا انا عايز اكتب حاجة ادخلها على الكمبيوتر علشان اطبعها، المفروض ان انا هكتب الحاجة دي ازاي علشان ادخلها للكمبيوتر يطبعها لي؟ لازم يبقى في اداة ادخال ادخل بيها المعلومات او الاوامر اللي انا عايز الكمبيوتر يعملها لي. فمثلا لما اجي اكتب بستخدم الكيبورد اللي هي لوحة المفاتيح عشان اكتب الحروف والارقام والحاجات اللي انا عايز اعملها علشان خاطر اقدر اطبعها بعد كده. ممكن كمان استخدم كاميرا، ادخل صورة على الكمبيوتر عن طريق كاميرا، فبالتالي دي اسمها input units او وحدات ادخال، بدخل بيها الحاجات والاوامر المعلومات والاوامر للكمبيوتر علشان ينفذها لي. في حاجة اسمها البروسيسور او المعالجة او الكمبيوتر ليه مخ جواه، المخ ده اللي هو البروسيسور اللي هو بيعمل معالجة للأوامر اللي احنا بنديها له. البروسيسور ده موجود جوه الكمبيوتر بياخد الأوامر بتاعتنا على طول في أجزاء من الثانية. يعني مثلا أنا كتبت على الكمبيوتر ورحت دايس انتر قلت له اطبع، في أقل من الثانية تلاقيه راح باعت الأمر للبرينتر علشان تطبع الحاجة اللي أنا عايزها. رحت مثلا قلت للكمبيوتر افتح لي برنامج معين ورحت دايس على البرنامج، البروسيسور ده بياخد الامر يفسره كده جواه ويروح محوله لامر ان البرنامج ده يفتح في اقل من الثانية. فالبروسيسور ده اللي هو المعالجة ده المخ بتاع الكمبيوتر اللي هو بيعمل بروسيسنج للانفورميشن وللديتا والحاجات اللي انا بطلبها منه. انا عايزك بس تعرف ان هو اسمه بروسيسور وبينفذها ويخلي الكمبيوتر ينفذها، ده البروسيسور. طب عندنا output units او وحدات الاخراج. يعني ايه output units او وحدات الاخراج؟ مش احنا عرفنا ان في input units او وحدات الادخال؟ لازم يبقى في وحدات اخراج. انا دلوقتي كتبت الحاجة وطلبت من الكمبيوتر يطبعها لي، هتطلع لي من الشاشة؟ لا طبعا، هتطلع لي من البرينتر. فالبرينتر هنا output units او وحدة اخراج، طلعت لي الورق وهو مطبوع. عايز اتفرج على فيديو او عايز اشوف صورة معينة بتفرج عليها وبفتحها ازاي؟ بتفتح لي على الشاشة، فبيطلع لي صورة، بيطلع لي الفيديو اللي انا عايز اشوفه على الشاشة بتاعت الكمبيوتر، فدي تعتبر output unit او وحدة اخراج. عايز اسمع مثلا موسيقى او اغنية معينة او حاجة معينة، فانا موصل السبيكرز او السماعات بالكمبيوتر، دي تعتبر output units لان الكمبيوتر من غير السبيكرز دي ما كانش هيطلع لي الصوت بتاع الحاجة دي، فدي output units. في حاجة اسمها الستورج يونتس او وحدات التخزين، وسائط التخزين، زي طبعا الهارد بتاع الكمبيوتر، دي الذاكرة اللي انا بخزن عليها الحاجات والملفات بتاعتي. الهارد اللي موجود جوه الكمبيوتر ده ستورج يونت. ممكن كمان الفلاشة او الفلاش ديفايس، الفلاشة اللي احنا بنمسكها في ايدينا وكلنا عارفينها، دي تعتبر ستورج يونت او وسائط تخزين، وحدة تخزين بنخزن عليها الحاجة اللي احنا عايزين نحتفظ بيها. اخر حاجة الكوميونيكيشن ديفايسز او اجهزة الاتصالات. الكوميونيكيشن ديفايسز او الاجهزة بتاعت الاتصالات، الحاجات اللي بتخلي الكمبيوتر بتاعنا متوصل بالعالم كله، زي الراوتر اللي موجود عندنا في البيت ومتوصل بالكمبيوتر، بيخلي الكمبيوتر يخش على الانترنت، بيخلي الموبايل يخش على الانترنت، ده اسمه communication device او جهاز من اجهزة الاتصالات. طيب ايه هي الجزء التاني من الكمبيوتر اللي احنا قلنا عليه السوفتوير؟ السوفتوير او انظمة التشغيل بتتقسم لنوعين. اول حاجة نوع بيفتح لنا الكمبيوتر اصلا، من غيره الكمبيوتر مش هيفتح اصلا، مش هيشتغل، اللي هو الويندوز، وده بنسميه مثلا الاوبريتنج سيستم او نظام التشغيل، اللي من غيره الكمبيوتر مش هيفتح اصلا.
تاني نوع اسمه الابليكيشنز او التطبيقات، اللي هي البرامج اللي بتنزل بعد ما يكون في اوبريتنج سيستم او نظام تشغيل، زي مثلا برامج الكتابة اللي قلنا عليها، برامج الآلة الحاسبة، برامج الشات والواتساب والماسنجر والفيسبوك والحاجات دي. كل دي ابليكيشنز او تطبيقات بتنزل على الكمبيوتر لما يكون عليه اوبريتنج سيستم او نظام تشغيل وهو شغال بشكل عادي. فبالتالي دي مكونات الجهاز بتاعة الكمبيوتر، اللي هما النوعين دول، الهاردوير هو خمس حاجات: input units، processor، output units، storage units، communication devices، وتاني حاجة السوفتوير وهو بيتكون من operating system و applications. وبكده نكون اخدنا النهاردة lesson 2، هو technology and its historical development، او تكنولوجيا والتطور التاريخي بتاعها. عرفنا العصور بتاعة التطور التاريخي بتاع التكنولوجيا، واخدنا كمان lesson 3 او الدرس الثالث components of computer او مكونات جهاز الكمبيوتر، وشرحنا lesson 2 lesson 3 بشكل مفصل. المرة الجاية ان شاء الله هنحل اسئلة عليهم وهناخد الدروس الجديدة. مش عايزين نضيع وقت، لازم نذاكر الدرس اول باول. اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهاردة. لو عجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.